هنبتدي الحلقة زي ما تعودنا بنصيحة للسلطة. زي ما احنا شايفين طبقين السلطة اللي قدامنا دول، واحد فيهم الاتنين كانوا زي بعض، دلوقتي واحد فيهم بقى شكله دبلان كده والتاني لسه طازة والألوان بتاعته حلوة وكل حاجة فيه باينة ان هي لسه فرش ومقرمشة كده وحلو. الفرق بين ده وده هو ان احنا حطينا الدريسنج بتاع السلطة او الزيت والخل والليمون والملح والفلفل وكل ده على السلطة دي من فترة، وده اللي بيحصل. لو عندنا سلطة هنقدمها ما نحطش عليها الدريسنج بتاعها من بدري، لان ده اللي بيحصل، السلطة بتدبل وما بتبقاش شكلها مشهي وكل حاجة فيها بتبقى طرية، يعني الخس ما بيقرمش، الخيار مش بيقرمش، النكهة والطعم والملمس كله بيختلف وبيبقى شكلها مش مشهي. فإحنا السلطة لما تكون عندنا بنسيبها زي ما هي، وقبل ما نحطها على السفرة قبل ميعاد الأكل على طول ممكن بنبتدي نزود لها الدريسنج بتاعها، ممكن بنحطه بالشكل ده أو ممكن في بول ونقلب كل حاجة مع بعض وبعد كده نغرفها في طبق التقديم. المهم إن إحنا ما نحطهاش من بدري، ولكن نحطها قبل التقديم والأكل على طول.